بس القضية أن نسأل بيقين. فالإنسان، طب إيه العلاقة يا مولانا بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ معنا اتصال. أستاذة أمل، ألو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ربنا يحفظك. إيه لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال بس حضرتك سؤال. أستاذنك أعلي صوتك شوية. كنت بس عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. احنا 3 شباب، اخ واختين، والاخ في كلية صيدلة والاختين خلصوا جامعة، ووالدنا متوفي، والحالة الحمد لله الى حد ما تمام. فضلا من بس الله يا شيخ ونعمه. دخل 2، الحمد لله انا واختي اتخطبنا تمام وقعدنا مده طويله تمام ومحصلش نصيب، والناس بيدخلوا وبعد كده يطلعوا بيتنا يشخروا بينا واحنا في ارياف. طب ليه؟ آه، طب ليه؟ كلام الله اعلم. في ناس بتدخل من باب ان هم بيدخلوا سحر او كلام من الناس بره. آه مفيش. آه بيدخلوا عايزين الذهب، عايزين كل حاجة، بيشهروا بينا بكلام مش كويس، مش بيراعوا فورمة البيت. آه بنروح نتقدم من شغل، سبحان الله برضو الباب مقفول، مش عارفين نعمل ايه. العلاقة مع الله، هقول لي خليكي معايا يا أستاذ أمل، العلاقة مع الله عاملة إزاي؟ الحمد لله، يعني إيه صلاة واللي بينا وبين ربنا سواء صدقة أو زكاة الحمد لله محافظين عليها. ما نعرفش في ايه ومفيش حاجه بتكمل، حتى لو شغل سبحان الله قصدنا كان باب كتير يا شيخنا والله. خلاص بقى وصلنا لمرحله يأس ان الحياه ضاقت بينا. هقول لك واجاوبك دلوقتي. كيف نيأس من روح الله؟ نبي الله يعقوب في بداية القصة، خليك معايا يا أستاذ أمل وكل المشاهدين، في بداية قصة سيدنا يوسف، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، هو خلص له الحكاية كلها اهي، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شوف النبوة بقى، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. على القوي، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك أي يصطفيك. الاجتباء هنا بمعنى الاصطفاء، ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. مشيت القصة، شوف البلاء اللي جاي لسيدنا يوسف. الأخوة، لقد كان في يوسف وإخوته، مش آية علامة، لا، آيات، أي علامات وعبر، آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. تمشي مع القصة. فسيدنا سليمان، سيدنا يوسف عليه السلام غلام صغير، لا تقتلوه، ألقوه في غيابة الجب. أتت سيارة، بعض الناس يعني قافلة، أخذوا سيدنا يوسف، فبيع سيدنا يوسف، ثم بعد ذلك صار غلاما، ثم بعد ذلك ذهب إلى بيت العزيز، ثم بعد ذلك راودته امرأة العزيز وهو غلام. كل شوف المراحل اللي ماشية دي والبلاء اللي ماشي ده مع سيدنا يوسف، ثم بعد ذلك عرضته على النسوة، ثم بعد ذلك سأل الله فقال، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، ثم دخل بعد ذلك السجن، ثم كان معه غلامان. شوف القضية ماشية ماشية مع سيدنا يوسف عليه السلام، وكانت النتيجة إيه؟ أن صار يوسف بفضل الله سبحانه وتعالى عزيزا ومالكا في مصر. ثم انظر الشاهد عندي بقى، سيدنا يعقوب، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ليه؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاصل ونواصل، فانتظرون.
الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قبل الفاصل الأستاذة أمل كانت بتسأل وتقول، وأنا استدركت معها في الكلام وذكرت قصة سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي تقنطوا من روح الله. وهناك برضه سورة الحجر، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي من اليائسين. ما تيأسوش أبدا، واطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقكم خيرا منه، خيرا من هؤلاء الذين يتقدمون. وعليك دائما يا أستاذة أمل بسم الله اللطيف وبسم الله الوهاب وبسم الله القدير، اجعلي وردا منه 114 أو 124، أي اسم من أسماء اللطيف أو القدير أو المغيث. اسألوا الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهنا أوجه رسالة أيضا لهؤلاء الشباب الذين يتقدمون للخطبة منكم، ويعني الله سبحانه وتعالى لم يقدر بينكم الوفاء أو أنكم تستعجلون. خلي بالكم نقطة في الأرياف عندنا قاعدة، وأنا رجل ريفي، في قاعدة عندنا ان البنت مثلا، البنت لو عدت سن 15 16 يعني بتاع 18 19 سنه 20 سنه بكتير يقول لك بس ده دخل في سن الاس، لا فيستعجلوا. اول ما يجي واحده يبدا يخطبها شهر اتنين يسيبها ويتكل على الله يشوف غيره مش عارف ايه، تبدا يقول لك ده فلانه اتخطبت اكتر من 5 6 مرات، اذا عندهم حاجه، ده معمول لها مش عارف ايه، لا ده اصل البيت مش مظبوط، اصل ابوها مش عارف ايه، اصل امها مش عارف ايه، ويبدا بقى قوي. طب احنا اللي عملنا كده؟ ما هو المعيار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه نعمل ايه؟ فزوجوه. معنى اتصال، الا تفعلوا تكن فتنته في الارض وفساد كبير. استاذ فتحي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. كل سنة وحضرتك طيبة يا دكتور. والصحة والسلامة والعافية، أسأل الله أن يبارك فيك، اتفضل. ربنا يبارك لك. بقول لحضرتك يا شيخ، اتفضل عم فتحي. عندي المدام عاملة عملية في العمود الفقري. تمام. وبتاخد كيماوي. أنا بوديها في الفترة اللي بنتي مش موجودة. اعتبر حضرتك نفسها تصلي جماعة. طبعا انا معايا بنتين، ينفع لما اصلي بيهم جماعه؟ حاضر. وهي قاعده؟ هي قاعده عامله عمليه في العمود الفقري وبتاخد. حاضر، هجاوبك دلوقتي يا عم فتحي. حاضر يا عم فتحي، ربنا يبارك فيك يا عم فتحي. استاذه ناديه، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت عايزه اسال بس سؤالين، يعني بسيط. اتفضلي. قريب بيكتبوا حاجات غريبة، يعني لا تقبل صلاة المرأة لو مش لابسة شراب، مش مغطية رجلها تماما. دي نقطة، يعني حتى لا تقبل صلاة دي حتى شيء محبط. ده نقطة. النقطة الثانية، أوقات في الصلاة مثلا عندي رشح ومش نافع. أوقات إيه؟ أوقات إيه؟ مش سامعك، واحدة واحدة. أوقات إيه؟ عندي برد، عندي رشح في الانف. والانف ماشي. وانا في الصلاه. تمام. هل ينفع انا اعمل حركه زي كده يعني، ولا كده تخرجني عن الصلاه؟ تستخدمي منديل ولا حاجه؟ حاضر. او لو الاشاره ممكن يتيم الحته فبعدله، ينفع الحاجات دي ولا دي بقى خروج عن الصلاه؟ حاضر حاضر يا استاذ نادي. عن الصلاه يلزمها الخشوع التام. حاضر. تمام. اي سؤال تاني؟ اتفضلي. استاذ فتحي بارك الله فيه، انا اوجه له رساله، بل رساله شكر وتحيه وتقدير واحترام وعرفان. مثل هذا يعني هذا النموذج والنموذج لابد ان يكون على ساحتنا.
لأنه يعمل بقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم. وقفت المرأة بجواره زوجه المبارك والمباركة بجواره، ويعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بمرض فعملت عملية، أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يشفيها مرضانا أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. بيقول يا مولانا هي عملت عملية في العمود الفقري، وكذلك بتعالج أيضا تاخد كيماوي، عنده بنتين عاوز يصلي، ينفع يصلي؟ أي نعم تنفع حضرتك، يبقى أنت الإمام بتاعهم هم خلفك ويصلوا وراك يا عم فتحي، مفيش أي مشكلة خالص، والصلاة صحيحة إن شاء الله. لكن رسالتي اللي عاوز أقولها لك، داوم على هذا الفعل، أنت يعني ربنا يبارك فيك، بتوضيها وبترعيها وبتقف بجوارها، هذا أمر عظيم، عض على هذا بالنواجذ، قليل من نجد مثل هذا النموذج. البيوت الآن إلا من رحم رب الأرض والسماوات، العلاقة بين الرجل والمرأة وكأنهما ضدين، وكأنهما في حلبة مسارعة، خناق وزعيق وضرب وإهانة وشتيمة وسب وطعن وقذف، وعلى عينك يا تاجر، حاجات كتير يعني، كأنه في حلوة مصارعة. بالله عليكم أخبروني، هل هذه حياة؟ ما أظنها حياة. هل هذا دين؟ ده مش دين، ده سمك تمر هندي، ده مش دين والله، ولا يعرفوا حاجة عن الدين. الدين قائم على الاحترام والتقدير، وقائم على السكن والمودة والرحمة، وأن يحترم كل منا الآخر. وأقول لمثل هذه الزوجة، حافظي على هذا، يا ليتنا نتعلم من سيدنا المعلم صلى الله عليه وسلم، وفاء سيدنا النبي للسيدة خديجة في فتح مكة، أن أبني لك بيتا، قال لهم لا، انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. آه لو فهمنا هذا المعنى من رسول الله. قال لهم لا، هي قد ماتت يا رسول الله، بل انصبوا لي خيمة، يريد أن يستأنس. تذكر هي التي وقفت بجواره وساندته وقالت له والله لن يخزيك الله أبدا. انظروا إلى هذا الوفاء. أم سلمة لما توفي أبو سلمة وقالوا لها احمد الله واسترجعي، وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، قالت من خير من أبي سلمة؟ فبعث الله لها من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. أستاذة نادية تسأل برضو، بتقول حكم صلاة المرأة وهي مثلا يعني الكعب باين، يجب على الإنسان أن يس جميع بدن المرأة عورة إلى الوجه والكفين، فهي في الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن الأفضل والأكرم والأحسن أن يكون الثياب يعني طويل وفضفاض واسع لا يصف لا يشف، وأن يكون ساترا للقدمين، لكن إن بنى القدمين فالصلاة صحيحة ليس فيها شيء، لكن الأكمل في الصلاة أن تكون القدمين مستورة. طيب كذلك بتقول يا مولانا يعني في سؤالها الثاني، هي تستخدم اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهي في البرد، أيوة أي نعم، هي في الصلاة تقول لي أنا عندي برد ينفع أستخدم منديل؟ أي ينفع تستخدم منديل. طب يا مولانا أو الشرب ينفع أستخدمه؟ لكن لا تكثري من الحركات، طالما إن الخشوع موجود خلاص، لكن انا عندي برد، عندي مضطره الى هذا، فما فيش مشكله انك تمسكي يعني منديل، يعني تقومي بمسح ما ينزل من الرزاز من الانف، والله تعالى اعلى واعلم. ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. والله عندي سؤال يا عم الشيخ، عندي في الفتن
يعني تعبانه شويه في البيت وكده، يعني بتعملي شويه مشاكل كتيره يعني، وانا والله ما بعمل معاها اي حاجه، وما بجيبش سيرتها باي حاجه وحشه. وحماتك دورها ايه؟ خليك. نعم. حماتك دورها ايه؟ نعم. حماتك عايشه ولا ميته؟ لا متوفيه، كل واحد قاعد في البيت، بس احنا كنا يعني مع بعضنا الاول وكده، فيعني عملت حاجات وحشه معايا وكده، فانا مش عايزه اجيب سيرتها باي حاجه وحشه، بس غصب عني بفضل اتكلم عليها يعني اللي هي بتعمله معايا، فانا زعلانه من نفسي ان انا بعمل كده اصلا، فانا مش عارفه اعمل ايه، ان انا يعني ابطل ان انا اجيب سيرتها خالص. اجاوبك دلوقتي، في حاجه تاني؟ شكرا. شكرا. حاضر. استاذ زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. أنا لو سمحت يا خدمة الشيخ، أنا كنت بحب واحد وجالي 3 مرات وأهلي اسمه عليه. كنت بتحب واحد وإيه؟ وأهلي جالي 3 مرات وأهلي مش موافقين عليه. طب مش موافقين ليه؟ ظروفهم مش بنفس ظروف نوال. علي بس صوتك شوية بعد إذنك. ظروف المعيشة بتاعته مش زي المعيشة بتاعتي. تمام. وأنا مش عارفة أعمل إيه. طب هو اخلاقه عامله ايه؟ هو كويس والله، متدين وشغال كويس. شغال في ايه؟ شغال فاتح مصنع. حاضر. والدك شغال ايه؟ والدي مش شغال حاجه. حاضر هجاوبك دلوقتي. ام محمد بتسال، بتقول سلفتها عامله لها مشاكل وبتتكلم عليها في حقها، وكل واحد قاعد لوحده، بدل من احنا نعيش في بيت يعني فيه سعاده وتغمره السعاده والاحترام والتقدير. وعلى فكره ده حال كتير جدا 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 من البيوت. اتدرون لماذا؟ والله انا بكلم من الواقع، يعني مش جايب كلام يعني خرافه ولا لا، من الواقع والله. حال كتير جدا من البيوت في القرى وفي المدن، وفي القرى بالذات. وتأتيني خاطرة الآن في قول الله عز وجل لما دخل سيدنا موسى وسيدنا الخضر في سورة الكهف، ربنا بيقول إيه عن سيدنا موسى وعن سيدنا الخضر؟ فأتى أهل قرية فاستطعما أهلها. فأتى يا أهل إيه؟ قرية. ركز أو اكتب وركد. أهل قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. امشي شوية تاني كده يقول لك إيه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين أيوه في المدينة. استنى بقى، بين عشية وضحاها تحولت القرية إلى مدينة؟ ما فوق بيقول لك إيه، حتى إذا أتيا أهل قرية قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا. وهنا بعدها بشوية سأنبئكم بتقول ما لم تستطع عليه صبرا. مشي في الإجابة والسؤال والرد. أما الجدار فكان إيه لغلامين يتيمين في المدينة. طب المعنى مش إيه العلاقة أن يجيب قرية فوق ومدينة تحت؟ الظاهر يقول لك هو القرآن فيه تناقض. لا ما فيش فيه تناقض، لكن خطرة والله أعلم بمراده. القرية المعنى فيها فأبوا أن يضيفوهما، الشر فيها موجود. خلي بالكم الحتة دي، الشر فيها ما فيش فيها خير، لأن أتيا أهل قرية اجتمعوا كلهم أهو فأبوا أن يضيفوهما. لكن لما وجد الخير مقابلا للشر تحولت القرية إلى مدينة. لما وجد سيدنا موسى وسيدنا الخضر هنا ودول أهل خير في هذه القرية، بقى أصبح عندي فريقين، فريق عنده خير وفريق عنده شر، فتحولت إيه إلى مدينة. فربنا عبر بقوله أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، لغلامين. وهنا في عجب كمان، ربنا سبحانه وتعالى يرسل رسولا ليتعلم من عبد صالح، فيرسل رسولا وعبدا صالحا لخدمة غلامين يتيمين، لخدمة غلامين يتيمين.
أتدرون لماذا؟ وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يستخرج كنزهما. قال السادة العلماء: الأب هنا المقصود بالجد السابع، أبوهما صالحا. فالإنسان يعني أولا ما تتكلميش في حقها، وليه تتكلم في حقك؟ عامليها بالحسن والأدب والاحترام والتقدير، وعامليها معاملة طيبة، لا تتكلمي في حقها حتى وهي إن تكلمت. اصمتي أنت، عليك دائما أن تصبري وتحتسبي هذا الأمر لله. وإذا كان يعني الأمر فيه تطاول فحضرتك متكلمي الزوج أنه يتكلم مع أخوه بالأدب والاحترام دون أن يحدث بينكما مشاكل وتصعد هذا الأمر، الله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال أم محمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. الله يسترك، اتفضلي يا أم محمد. أنا أم الأربع أولاد. ربنا يبارك. مدرسة زهرات 400 جنيه في الشهر. أم الأربع أولاد إيه؟ بشتغل في مدرسة أولادي الابتدائي زهرات بقبض 400 جنيه كل شهر. أنت شغالة في مدرسة؟ زهرات مزرعة من غير حاجة، يعني مدرسين شغالين دي ب 400 جنيه كل شهر. زوجي مريض. أنا بابا بيقول ناحية تانية هو مريض مش قادر على العمل. قاعدة في شقة بقالي 18 سنة. تمام. قاعدة فيها. بدفع 100 جنيه كل شهر. تمام. أصحابي البيت عايزين يخدموني أنا وأولادي في الشارع. بيظلموني دلوقتي. عشان ده إيجار قديم بقى. إيجار قديم يا فضيلة الشيخ، هما دلوقتي بيصوموني بيقولوا لي لا قاعد خلص. يا تاخدي أولادك وتمشي بالقوة. يا إما تقعدي ونعمل لك عقد سنتين، نعمل إلغاء للعقد القديم ونكتب عقد لمدة سنتين. دي 450 جنيه في الشهر، أنا أجيبهم منين؟ أنا أجيب منين 450 في الشهر؟ الظلمة. حاضر. الظلمة. حاضر. والعقد سليم يا فضيلة الشيخ. حاضر. العقد الثاني سليم. سيبي رقمك في الكنترول يا أم محمد. إن شاء الله حاضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمك من فضله، اللهم أمين يا رب العالمين، ويوسع عليك وعلينا، اللهم أمين يا رب العالمين. معنا؟ فالإنسان دائما وأبدا، خلينا في الخاطرة دي، ربنا سبحانه وتعالى يبعث رسول ونبي لخدمة غلامين يتيمين في المدينة. ما هذا العطاء الإلهي وهذه الثقة، هذا الصلاح. أنا بقول لك هذا الصلاح وصل إلى الأولاد. طب ما نيجي نشوف وإحنا بنطلب المستحيل من ربنا سبحانه وتعالى، أي أمر أي أمر يأتي إليك سل الله فيه، سل الله فيه. لما مات الزوج وهو يرعى الزوجة والأولاد، بكت البنت بكاء شديدا بكاء مرا، وهي تقول لأمها: ماذا نفعل نحن؟ لقد مات الذي يرعانا، الذي يتعهدنا بالتربية والرعاية والعناية. قالت الأم وهي موقنة بما تقول: أعدته يعني أكالا ولم أعهده رزاقا. مات الأكال وبقي الرزاق. أعدته أكال يعني يجيب لنا الفلوس والأكل، ولم أعهده رزاق. مات الأكال وبقي الرزاق. نذروا إلى اليقين، الثقة. فالعلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة علاقة تلازم، علاقة بينهم تلازم، تلازمية بين دعاء المسألة انك تسأل ربنا سبحانه وتعالى، وبين دعاء العبادة العبودية خاصة بالله سبحانه وتعالى، علاقة تلازمية. فالإنسان دائما وأبدا يدعو الله: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة.